باسم الهبدة وباسم الأرض والإنسان، باسم الكرامة وباسم العدل والقانون، باسم الأخوة وباسم الدين والإيمان، باسم الأمانة وباسم الليل هايرعون، يا ابن باسم العروبة وباسم العرق مهما كان، باسم التساوي بدون التفرقة باللون، باسم المروة وباسم باسم المروة وباسم العرض والإحسان والفصل في القول من خان الوطن ملعون. لكن يا كل ناقد محترف فهمان، افهم قصدي قبل تحكم على المكنون. لا بد نبقى مع وإنسان ذي الربان قبل السفينة تخالف سيرها المامون. يا أمة واحدة والدين فيها أخوان، من هو الطبيب المداوي والدواء مضمون؟ من هو المعالج وفاهم ميلة الميزان ويعالج الوضع ويمده بيد العون ويشوف عن بعد كم هي قيمة الأوطان؟ في الأرض كالعرض من هانت عليه يهون. يا ابن اليمن شعبكم من وضعكم زعلان، والجرح دامي وبكى ناس ما يبكون. كل الشعوب أقلعت قد هي على جنحان، بالأرض عاشوا وقدهم في السماء يبنون. إلا اليمن عاش بين النار والبركان، أعمل بصيرة ويمشي له مع مجنون. هذه حقيقة ومن كذب فو غلطان، أخطأ اليمن حيرت حتى الذي يخطون. والله لو كان مرجعنا هو القرآن، والحاكم الشرع والإسلام له يقرون، ما كانت هنا ولا أصبحنا كما السكران، تايه ولا يسمع الداعي ومن ينهون. بالله لا وين يا مبحر مع القبطان، لما أجي تلعب قل لي وين باترسون. وآخر كلامي تمنى دوركم قد حان، يا صانعين القرار بيدكم مرهون. واختم مقالي بذكر المصطفى العدنان، واختم مقالي بذكر المصطفى العدنان، خير من هو على وجه الثرى يسعون. وسلامتكم.